السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نشرح طريقة تثبيت برنامج TFT وطريقة حل مشكلة لا يوجد انترنت. كثير بعت لي رسائل في الفيديوهات اللي بشرح فيها طرق تخطي البرامج، وبيبعتوا لي انه معظمهم انه في مشكلة في تنزيل البرنامج، مش بالرابط، المشكلة في عمل لأنه لا يوجد انترنت. فإحنا اليوم بدنا نشرح لكم طريقة تثبيت البرنامج وطريقة حل المشكلة زي ما حليناها مع الناس اللي حكوا معنا اللي تواصلوا معي على الخاص. طبعا المناطق اللي فيها المشاكل، يعني 90% من اللي حكوا معي كانوا بالعراق، وطبعا ليش؟ لأنه في عندهم حظر معين، فعشان هيك ما بيشتغل عندهم الأدر. خليني أنزلها بالشكل الطبيعي واشرح لكم ايش لازم تساووا عشان تحلوا المشكلة. اول شيء هاي البرنامج انا تاركه بالوصف، وبرضه انا شارح عنه قبل هيك. مباشرة طريقة التنزيل مباشرة طبيعية جدا، وانا تارك لك كمان كلمة السر اللي هي TFT كابيتال، يعني الاحرف كبيرة TFT. بعديها بنعمل التالي، بنعمل create shortcut، بنعمل next install. هاي هي تنزيل البرنامج بعد ما انت تفك ضغطه عندك. طبعا كلمة سر فك الضغط برضو TFT كابيتال، يعني الاحرف كبيرة، انجليزي كبيرة. بعد ما ينزل عندك البرنامج بدك تشغله. هلا اللي بصادفهم مشكلة لازم ينزلوا برنامجين يكونوا عندهم على الجهاز. بيقدروا يستغنوا عن برنامج واحد موجود داخل TFT يستخدموه من داخل TFT، بس البرنامج الثاني ضروري جدا انهم ينزلوه. وشو هو؟ هو برنامج نت فريم ورك. هذا البرنامج شو بتعمل عشان تدخل عليه؟ بتروح على الجوجل تكتب نت فريم، نت فريم ورك، بيطلع عندك اول خيار microsoft.com. هيو نضغط عليه، هون بيطلع لك هاي اخر نسخة 4.8.1، تقدر تنزلها او النسخة اللي قبليها مش مشكلة. مجرد ما انك نزلت هاي النسخة انت حليت اول مشكلة في لا يوجد انترنت. هلا اذا كان عندك حظر في الدولة راح تحتاج برنامج VPN، اذا ما كان عندك حظر راح يشتغل معك البرنامج طبيعي زي ما انتم شايفين. نعمل التالي. هلا لو عملت لانش هون مباشرة راح يعطيني خطأ في البرنامج، هذا الخطأ في اعدادات البرنامج، يعني ما بيأثر ولا في اي مشكلة زي ما انتم شايفين. هيك هاي البرنامج نزل هون. هلا باجي بشغل البرنامج. بعد ما انزل نت فريم ورك لازم يكون نازل على الجهاز 100%. هسا بعد هيك عندك حظر البرنامج، بعد ما تفتحه بالشكل هذا تعطيه صلاحية، لما يفتح معك الواجهة هاي اذا ما اعطاك هون الديسكتوب وما اعطاك ليسن كي هون بيكون عندك حظر في الدولة. شو بتعمل عشان تتخطى هاي المرحلة؟ في هون مكتوب VPN، او اذا عندك برنامج VPN خاص فيك تفتح VPN وبتشغله، ترجع بتسكر هاي الشاشة. يعني بنيجي بنفتح VPN، لو ضغطنا عليه هون ضغطت انا عليه بفتح عندي البرنامج، هذا البرنامج من داخل الموقع، هذا هو الموقع تبعه. هذا البرنامج يعني هم نفس اصحاب البرنامج هم اللي مسخرين هذا البرنامج، هي اعطاني كونكتد. باجي مباشرة بطلع من TFT وبرجع بدخل عليه كمان مرة. لا تحاول انك تدخل عليه وهو لسه مش معطيك خيار، يعني مجرد ما اعطاك كونكتد هون تطلع من البرنامج وبترجع بتدخل عليه. لازم يعطيك ليسن كي هون، لازم يعطيك ديسكتوب. هاي للناس المحظورة عندهم هذا البرنامج. هلا انا مش محظور عندي، فانا شغال عندي طبيعي، بعمل مباشرة لوج ان. هاي المعلومات انت ما بتعبيها ولا بتدخلها، هو بتعرف على الجهاز تبعك وبيعطيك ليسن كي خاص في جهازك. تعمل لوج ان وبتستنى عليه، هاي بيعمل تشيكينج لللوج ان وبيفتح البرنامج. البرنامج يعني 90% ممتاز. هذا الموقع بفتح لك اول ما تفتح البرنامج، هو التيم تبعه، ورابط التحميل تبع البرنامج موجود في اول بوست، وانا تارك لك اياه بالوصف برضو. وهون اي تحديث بنزل للبرنامج بنزل عليه. بدي اشرح لكم شرح بسيط على البرنامج.
انا شارح يعني بحاول كل جهاز بيجيني بعمل عليه فيديو من داخل البرنامج، اغلب اوامر البرنامج ضغطة زر واحدة. لو اجينا نشوف شو الخدمات الموجودة في فيلا الاكزانيوم، هاي الاجهزة الموجودة متوفرة، بتتعرف على كل الاجهزة الموجودة، عندك اللينوفو وعندك السامسونج، هاي اجهزة السامسونج المتوفرة، طبعا اغلبها الاجهزة الحديثة 90%، البروم، الفانكشن، وان كليك اف ار بي، الام تي بي، اودن مود، ريبير، يعني متوفر فيه كل اللي بدك اياه. عندك هواوي، عندك انفينكس، اوبو، فيفو، ما بدي ارجع اشرحه كمان مرة لاني انا شرحته في فيديو سابق. وعندك كمان خيارات التست بوينت، لصور التست بوينت من البرنامج من هون، تقدر انه بس تحميل اللود تبع لها، يعني اذا ما فتحت معك الصورة بتقدر تستعين من جوجل، بس هو تقدر تستعين في صور التست بوينت اغلبها هون، بس احيانا بيكون في ضغط على اللودر تبعه فبيكون بطيء. بس الاوامر هاي اللي انت بتشتغلها داخل البرنامج اغلبها داخله بالجهاز نفسه، ليش؟ لانه تحميله جيجا ونص، فهو اغلب الاوامر موجودة داخل، يعني ما بحتاج انت يعني انه يحملها من النت عشان يشتغل عليها. والبرنامج سهل كثير، شارح اكثر من 10-15 فيديو لاجهزة موجودة اشتغلتها على هذا البرنامج. يا ريت اذا عجبك الفيديو لا تضغط تشترك في القناة، تضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واي حدا عنده اي مشكلة يكتب لي بالتعليقات، وعندك في لمحة في القناة تقدر تواصل معي على مسنجر، بساعدك اذا عندك مشكلة مش عارف تنزله او واجهتك اي مشكلة معينة. نراكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.